السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني اليومي الحياة والدين. وموضوع حلقتنا اليوم هو رسالة إلى التاجر، وهذه المرة بصحبة ومعية الأستاذ حميد العيستي، خطيب جمعة وواعظ مع المجلس العلمي بمدينة الناظور، وكذلك أستاذ جامعي. سي حميد، مرحبا بك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم الدين. سي حميد، بداية للحلقة نعرف المشاهدين شكون هو التاجر. أولا لا يفوتني أن أسأل الله عز وجل لي ولكم ولسائر مشاهدينا وسائر المسلمين في كل بقاع الأرض أن يوفقنا وإياهم الله عز وجل لصيام هذا الشهر الفضيل، أحسن صيام وقيامه أحسن قيام بفضله وجوده وكرمه. طيب، جوابا على السؤال الأول، من هو التاجر؟ التاجر هو الذي يتصرف في رأس المال بغرض الربح، فالتاجر هو الذي يشتري سلعة بالرخص ويبيعها بالغلاء، هذا هو قانون التجارة بشكل عام، ويشتري سلعة بمال أو بغيره بغرض بيعها والربح فيها، الكسب، فالتجارة مقترنة بالكسب والربح يعني بشكل مختصر. نعم. أستاذ، شنو المعنى ديال التاجر المسلم وغيره من التجار الآخرين؟ طيب، بارك الله فيك، هذا سؤال يعني جميل ومهم جدا، خاصة أن الذين يستمعون إلينا هم تجار المسلمون وغيرهم من المسلمين بطبيعة الحال. فالتاجر المسلم هو التاجر الذي يهمه الربح في الأصل، يهمه الكسب في البداية، ولكنه لا يهمه بل يحتاط في ذلك الكسب مما يبغض الله عز وجل أو مما ليس داخلا في دائرة الحرام أو عفوا في دائرة الحلال. فالتاجر المسلم هو الذي يستحضر الإسلام وأحكام الإسلام وروح الإسلام في معاملاته التجارية. والفرق بينه ربما وغيره من التجار أن التاجر المسلم يحتكم إلى شرع الله ويحتاط في الكسب ويدفع نفسه دفعا إلى الكسب الحلال، في حين أن التاجر غير المسلم لا يهمه الطيب ولا الحلال ولا الحرام ولا شيء من ذلك القبيل، ما يهمه هو الربح، كيفما كان هذا الربح ومن أي طريق جاءت، من ما بغى يجي، المهم خصو يربح، يعني بالدارجة المغربية خصو يربح، لكن الإنسان المسلم لا، خصو يربح نعم ولكن بالطرق الشرعية. نفهموا من الكلام ديالك أن التاجر المسلم الإسلام كيعاونه بشكل كبير باش ياخذ الرزق دياله بالحلال. طبيعة الحال نعم، لأن الإسلام كما هو معلوم منظومة متكاملة وتشريع وقانون وأحكام يجب على المسلم لكي يعيش لذة الحياة وسعادة الحياة وطمأنينة الحياة وطمأنينة البال، لكي يعيش المسلم عيشة إنسانية فيها كل مقومات الكرامة الإنسانية والطمأنينة وراحة البال الداخلية، عليه أن يسير وفق ما أمره الله تعالى به. نعم. هذا هو. نعم. أستاذ، شنو كان خاطبه في التاجر المسلم؟ طيب جميل، التاجر المسلم الذي يسمع إلينا، ونرجو من الله تعالى أن يكون الذي يسمع إلينا هو التاجر بشكل خاص، نخاطب فيه إسلامه، نخاطب فيه إيمانه، مخاطب فيه تديونه. هذا التاجر المسلم اللي كيسمع لنا، اللي كيدير التجارة مع المسلمين أو غيرهم من أو غير المسلمين، خصو يستحضر وما خصوش ينسى أبدا، لا يعني يجب عليه أن ينسى بأنه مسلم وأنه إنسان مؤمن وأنه متدين، حينما يسمع الأذان يذهب إلى المسجد أو يصلي في محله، يحافظ على الوقت، يخشى الحرام، يتحرى الحلال، يبحث عن رضا الله عز وجل في كل مكان وفي كل وقت وفي كل عمل، هذا هو التاجر المسلم، نخاطب فيه هذا الإسلام. هذا التاجر المسلم هذا احنا كنخاطبوا فيه، كنقولوا له الديرة ما تنساش راسك، ما تنساش راسك، كنت كدير التجارة والمال وربما الأموال الكثيرة
الملايين أو الملايير، ما تنساش رأسك بأنك مسلم، وأن الوظيفة ديالك هنا هو عبادة الله تعالى، والعبادة ديالك أنت بوجه خاص في التجارة ديالك، أعبد الله تعالى في التجارة ديالك. نعم. الشيء اللي كان خاطبه في الإنسان المسلم. نعم أستاذ، شنو هي الرسائل اللي نقدمه للتاجر المسلم؟ طيب، سؤال توا جميل جدا. هي مجموعة من الرسائل في الحقيقة، ما عرفتش واش الوقت غادي يكفينا نعرضه، ولكن نبدأ بالرسالة الأولى التي أحب أن أوجهها إلى أخي التاجر المسلم، ويحذر أولا وقبل كل شيء أن يدخل الشر والأذى إلى بطن المسلم أو إلى بيت المسلمين أو إلى دولة المسلمين. هذه الدولة ديالنا المغربية نسأل الله أن يبارك فيها وفي حاكمها وفي أهلها، احذر أن يدخل الشر إليها من قبلك، احذر رأسك ما يدخلها الأذى، أو أي تتأذى الدولة أو تتأذى الأمة أو تتأذى الشعب أو تتأذى شي واحد من المسلمين بسبب ديالك أنت، تدخل لهم شي سلعة تعرفها مغشوشة وغواك فيها الربح الكثير، أو تدخلها شي سلعة تعرفها بأنها ماشي أصلية. حنا كنفرقوا بين السلع، خاصة أنا اللي بغيت نأكد عليه، والسلعة التي تدخل إلى المعدة، طعام يعني فيه مجموعة ديال الأنواع الحلال وفيه الحرام وفيه اللي ربما مصنوعة من مواد تشكل خطرا، من مواد تشكل حساسية. فلذلك إنسان مسلم يرد شوية البال وما يدخلش الشر لبلاد المسلمين، ويحاول ما أمكن أن تذك الشر اللي يدخل ما يكونش هو سبب فيه، ما يدخلوش هو، ما يتحسبش عليه، يعني يأخذ له واحد الخط كما كنقولوا انتم في لغة الصحافة خط تحريري، يأخذ له هو واحد الخط تجاري إسلامي يدير فيه واحد الاحتياط كبير جدا. هذه الرسالة الأولى. بحكم التجربة ديالك نزيد نفيد المشاهدين أكثر برسائل أخرى. طيب، الرسالة ربما الثانية التي يفرضها الواقع والحال والكلام، التي أريد أن أوجهها إلى إخواننا التجار، وأن يكونوا صادقين أمناء. التاجر المسلم عليه أن يكون صادقا أمينا، وفي ذلك بشرى كبيرة للرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، الحديث عند الإمام الترمذي، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إذن يكفي التاجر المسلم، تكفيه غير هذا البشرة هذه. حتى الإنسان لما كانش تاجر كيدير التجارة يسمح في ذيك الخدمة ديالو يمشي يدير التجارة ويكون فيها صادق، باش يوم القيامة يبعث الله تعالى مع النبيين وهو ماشي نبي، والصديقين علاش؟ لأنه صادق في التجارة ديالو، والشهداء وربما هو ما مارس الشهادة. ففضل كبير جدا، نسأل الله تعالى أن يعين ويوفق إخواننا التجار إلى هذا الأمر. أستاذي، واش كاين شي رسائل أخرى ولا نكتفيو بهذا القدر؟ وهي الرسائل الموجودة ما شاء الله تعالى، الرسائل كثيرة خاصة في هذا الشهر المبارك الكريم، باش ربما نربحوا شوية ديال الوقت. رسائل عاجلة ندوز عليها، وكاين رسائل أخرى مهمة. ربما الرسالة الثالثة هي: احذر أن تنفق سلعتك بالحلف الكذب. الحلف الكذب هو أن الإنسان كيحلف ويقسم وبالكذوب على واحد السلعة اللي ما فيهاش قاع ديك الشروط، أو واحد السلعة شراها بقدة وكيقول لك أنا شريتها بقدة، شراها مثلا ب10 دراهم وكيقول لك لا راه نقامت عليا ب50 درهم ب60 درهم، باش هو يطلب فيها 70 أو 80. وكل ذلك مبني على الكذب والحلف الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى، ما يتكلمش معهم يوم القيامة، ما يتكلم معهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يعني واحد الوعيد شديد جدا. شكون هما ثلاثة الناس؟ منهم المنفق سلعته بالحلف الكذب، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي كينفق السلعة دي بمعنى اللي كيبيع السلعة ديالو، لو كان ما كذبش ربما ما يبيعهاش. هذا هو. ومجموعة من النصائح أنه يخصو يبتعد عن النجاش. النجاش بالدارجة المغربية هو ذاك الزواق ديال الهضرة في السلعة. النجاش هو مدح
سلعة بأوصاف ليست فيه فيها بغرض بيعها والزيادة في الربح. هذا هو النجش، واحد الحاجة مفضية ما فيها ما يصلح، كيقسم عليها ويبينها لك بأنها راها جوهرة، وحنا ببساطة احنا ما فاهمينش لا في دوريجين ولا في هذه أصلية ولا في رقم واحد ولا في رقم جوج. كان تيقو في ذاك التاجر كيحلف وكيقسم وكيزوق في الهضرة، وكان شريو ديك السلعة كان ديوها للدار نخدموها مرة واحدة وكان صدقوا رميناها. نعم، كتبقى رسالة مهمة ربما إلا بغيتي نختموا بها، هو خاصة في هذا في رمضان كان الإقبال كبير على جميع أنواع البضائع، وخاصة البضائع المطعومة يعني المأكولات، وخاصة أن هذا رمضان هذا فيه شوية ديال الزيادة، يعني واحد الاستعار ديال أو السعار ديال الأسعار، زيادة كبيرة في نسبة الأسعار، يعني الغلاء كبير، وحنا عندنا فقراء، عندنا مساكين، عندنا عاطلين، عندنا بزاف ديال الناس اللي ما خدامينش، عندنا ناس مراض، عندنا ناس اللي كيتقاتل مع الدرهم وجوج دراهم وعشرة دراهم. فكن سامحان، هذه الرسالة للتاجر، كن سامحان، فإن الله عز وجل قد رحم عباده الذين يمارسون السماحة في تجارتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى. يعني الله تعالى يرحمك، علاش تكون سامح الإنسان باقي له درهم ولا جوج درهم، كتبيع سلعة كبيرة باقي له 10 درهم ولا 50 درهم، أنت أصلا ديت مع هذاك الشيء اللي قدرك الله تعالى، الله يسامح، ما تحكش الإنسان. هذا هو. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر يقول فيه المعنى باش نزربوه، أن يوم القيامة يأتي التاجر أو يأتي الغني إلى الله عز وجل وتكون عنده سيئات، ولكن كانت عنده واحد الحسنة في الدنيا، شنو هو؟ أنه كان ينظر المعسرة، كيسلو شي حاجة وكيصيفط الخدامة ديالو كيقول لهم سيروا عند فلان راني كنسلو قد هذا النهار الأجل ديالو خصو يخلصني، إلا لقيته مزير وما عندوش وكذا ومقطع سمحوا له الله يسامح. هذا التاجر في الدنيا ملي كيجي يوم القيامة كيقول له الله تعالى بهذا العمل ديالك أنا سمحت لك. لذلك التاجر عنده الكارني فيه 30 درهم على امرأة الأرملة، فيه 50 درهم، فيه 100 درهم كيسالها لها شهرين 3 شهور هذه، و100 درهم بالنسبة ليه هو إلا سمح فيها ما ينويها لله تعالى، وله في ذلك أجر عظيم يكفيه أن يوم القيامة الله تعالى غيرحمه بديك الرحمة اللي كان كيرحم بها عباد الله. النصيحة ديالك للتجار؟ التجار خص يتقوا الله تعالى في أنفسهم، في أولادهم، وفي الرزق اللي كياخذوه، وما ينساوش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد التجار وغيرهم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ما يتحركش، كي كنقولوا احنا بالدارجة ما يتزعزعش الرجل ديالو يوم القيامة، ما يتحركش لا القدام ولا اللور حتى يسولوا ربي سبحانه عز وجل على أربعة المسائل. اللي عنده الفلوس الأغنياء ولا التجار غيسأله الله تعالى عن رزقه أو عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهذا راه معني به التجار، لأنه التاجر كيشري السلعة كينفق فلوسه وكيبيع السلعة كيرد فلوسه بالربح، يعني هو كيخرج الفلوس ويدخل الفلوس، ذاك التخريجة اللي كيخرج بها الفلوس غيسولوا عليها الله تعالى فاش خرجتها، شنو هي السلعة اللي شريت بها، ديك السلعة واش حلال واش حرام، واش طيبة واش صالحة، واش فاسدة، واش فاتها التاريخ إلى آخر. ودوك الفلوس اللي دخلت منين دخلتهم، واش دخلتهم بالنجش، واش بالكذب، واش بالغش، واش بالاحتكار. هذه ربما نسيناه، هي أمر مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ ما نسهلوهاش نقولوا خطأ، هذا خطأ بسيط، لا، الخاطئ ما نساوش أن الله تعالى في القرآن الكريم قال على فرعون وملائه: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذو كانوا كفار ومشركون ومارسوا جميع أنواع الظلم والظلمات في الأرض ديال العباد، فسمهم الله تعالى خاطئين. فنتمنوا التاجر ديالنا المسلم ما يكونش خاطئ. أستاذ حميد العيساتي، خطيب جمعة وواعظ مع المجلس العلمي بمدينة الناظور، وكذلك أستاذ جامعي، كنت معنا في برنامج الحياة والدين، شكرا لك على معلوماتك القيمة. بارك الله فيك وجزاكم الله بخير، ونسأل الله تعالى يوفقكم كذلك إلى تقديم محتوى طيب يستفيد منه المسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا لنهاية الحلقة، نتلاقاو غدا في موضوع جديد وحلقة جديدة وفي نفس الموعد. بالصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.